محتاجة أفهمه أن كلنا لينا وقت محدد على الأرض، ربنا محدد لنا الوقت ده. محتاجة أطمنه شوية أنه لسه مش دلوقتي، أنت لسه هتكبر ولسه ربنا عامل لك خطة وعامل لك مستقبل وليك رسالة وهتعمل حاجات كتير وهتنجح وهتجيب ناس للكنيسة وهتخدم. محتاجة أطمنه في الحتة دي، بس أفهمه أن ده مش البيت بتاعنا اللي احنا عايشين فيه على طول. كمالة السؤال ده بيبقى طب وما احنا في الاخر هنموت، هو ليه خلقنا ونقعد؟ ما احنا في الاخر برضو هنموت عشان بيحبنا. السؤال ده بيحبنا وعايزنا نعرفه، فاحنا بنعرف دلوقتي صوته، بنعرف نصلي له، بنتصاحب عليه، بنعرف تفاصيل عنه، بنتعلم عن السماء. وكل واحد ليه وقت معين بعد ما يقعد هنا على الارض يشوف يفكر ربنا عايزه يعمل ايه، عايزه يخدم يصاحب. انا ما اعرفش، ينفع اقول ما اعرفش للولد؟ ما انا كنت لسه بقول لك صعب. أنا مش كل الاسئله اقول عليها ما اعرفش، يعني عشان كده عايز اعرف حبه. اللي حضرتك قلتيه ده بدور على حبه، ممكن يقنع طفل في اولى ابتدائي، لكن تعالي لي بقى الطفل بتاع اولى اعدادي ده تقنعيه ازاي؟ نفس الاجابه. نفس السؤال تقصد؟ ليه مش هيقتنع؟ ما هي دي الحقيقه، انا ما بقولوش حاجه عشان هي دي الحقيقه. لا ما هو هيناقشك بقى، ما هقول عليه ده هيناقشك. ما عنديش مشكله اللي انت بتقوليه. لو جيت عند نقطه انا مش عارفاها اقول لك الطفل لما بتكلم معاه في الحته دي بيقول ايه؟ يعني لا قول لي. لا قول لي ما يصحش ان انا اقوله، يعني ما متضايق من ربنا. بس هو بيقولها بطريقه تاني، طريقه طفوليه بريئه، يعني اكيد ربنا مش بيزعل منه يعني. بس أكيد. اقصد اقول ان هما زي ما انت قلت العيال بقوا، بس صدقني انا جاوبت الاجابات دي على اطفال. لا هما ابتدوا يفكروا ان احنا فعلا هنا، احنا مش قاعدين على طول، احنا قاعدين فتره، هنثبت نفسنا وهننجح وهدفنا ان احنا ندخل السماء وناخد ناس معانا، فكمان هنحاول نجيب ناس لربنا. هي حقيقة أنا مش بجاوبه ومش بضحك عليه. كل ما بيكبر شوية أو بيبقى طفل أصلا نوعيته أو طبيعته من بيفكر، من اللي بيفكر. ما هو برضو هي درجات، يعني أنت لما موضوع إحنا الكبار دلوقتي، فكرة إحنا مسيرين ولا مخيرين دي معضلة شغلة ناس كبير حقيقة، كبار وباحثين حقيقة. خلاص فتخيلي بقى طفل، طب وما هو مش ربنا بيعرف كل حاجة؟ بيعرف كل حاجة، يعني هو عارف من قبل كده احنا هنعمل ايه؟ عارف من قبل كده، يبقى احنا ازاي احنا بنختار؟ ما هو اصلا عارف، او هو ليه ما منعش فلان انه يعمل كذا؟ طب ما هو عارف، يبقى ازاي هيروح النار؟ بالعافية. هو سايب لنا الاختيار. سايب لنا الاختيار، هو مش بيمنعنا بالعافية. لازم يقتنع. صدقيني مش انا عايزاه يقتنع، انا مش عايزاه لا يبطل يسال ولا اجاوب اجابات مختصره عشان ما يسالش تاني، لا انا عايزه افهمه ده، لان لو ما فهمتوش ده هيكبر عنده معضلات فكريه اكتر وهيبقى رايح جاي اكتر بين الاسئله. محدش ريحه اصلا، محدش اقنعه. ده حقيقي. فانا محتاجه شويه اجاباتي تبقى محدده ومبنيه على الكتاب المقدس.